السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي درتو؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا دوزتوا عطلة سعيدة وعودة ميمونة للوليدات من بعد هاد العطلة هادي. المهم مش غادي نقول لكم هاد الفيديو، عاود كنت صورته قبل من العطلة، صورت يعني واحد جوج ولا ثلاثة الفيديوهات، لكن ملي جات العطله ما لقيتش يعني الوقت فاش ندير المونتاج، غير سمحوا لي. وكنت سافرت عند الوالده فما كنتش يعني غبرت على القناه. المهم غير قبلوا على اختكم وصافي. المهم هنايا كنت شاركت معكم واحد النهار كنت فيه خدامه، يعني الاسبوع اللي قبل من العطله شاركت معكم في الاول ديك الغديوه ديال الزربه. كنت جيت ضروري خصني نوجد شي حاجه بالزربه، درت لهم هكذايا، غير خديت شويه البصيله هكذا شحرتها ودرت معها شويه اللدان الفيني والبيض وصافي، وشويه الفريت وديك الشليضه ديال هذا ديال الباربا، شي حاجه بالزربه خصني كان عليا نوجد الغدا يعني مزروبه. صافي هادشي اللي درت. والنهار الثاني شاركت معكم عاود هاد، لا ربي، في نفس النهار، غير هو كان عندي في العشيه. المهم فاش درت داك الغدا هكذا غير قضي وعدي وصافي. المهم قبل ما نمشي لاصال في العشيه قلت غنوجد لهم هكا عشيوه، شي حاجه خفيفه هكا. درت غير هاد الملوجه ديال الهدان مع البصله، درت معاهم القرفه وشويه د العسل وصافي. هادشي اللي درت بالنسبه لهاد، ما كانش عندي زبيب، عرفتوا جات واحد المريقه يا سلام كتجي حلوه وبالمذاق ديال القرفه. المهم هنايا صافي ساجيت بالليل ملي رجعت من لاصال. المهم حطيت لهم هكذايا تعشاو، حيت راكم شفتوا الغدا يعني غير شي حاجه قضي وعدي. وهذا العشاء كنت وجدته قبل ما نمشي لاصال، لان ملي كنجي من لاصال كنجي مهدوده، ما كنقدرش عاد نبقى واقفه في الكوزينه، فغير سخنت لهم الماكله صافي وحطيتها لهم. كنحطوها شويه بكري ما كنتعطش، تقريبا 7 ونص 8 كنكونوا كنتعشاو. عرفتوا رجعت واحد المريقه يا سلام جات لذيذه بزاف. هاد النهار يمكن كان الخميس، نهار الخميس كان نمشي لاصال الثلاث والخميس والسبت. كنت الثلاث ما مشيتش، مشيت الخميس. صافي هادشي اللي كاين. وهنايا جيت نشارك معاكم بلاتي نتفكر، عرفتوا راه شحال هادي باش صورت هاد لا فيديو. هنا في النهار الثاني نهار الجمعه، يمكن هنايا الجمعه ما درت لهمش الكسكسو. وهنايا كنت عجنت هذا السفنج، اول مره غادي نجرب السفنج، كنت ديجا جربته شحال هادي وما بقيتش عاود درتو. صافي عجنته هنا، درت له الفورس وشويه من الزرع، خليته خمر مزيان صافي. وجيت نشارك معكم طريقتي البسيطه، انا كنعتبر يعني بحال اول مره غادي نصوب السفنج في الدار. قلت غادي نجربو معاكم، مازال ان شاء الله نعاودو مره اخرى بطريقه يعني يجيني احسن واحسن. السر فيه هو انكم يعني العجينات يعني ما تدلكوهاش بزاف، غير خليوها مطلوقه وخليوها تخمر. السر هو يعني ديك العجينه تخمر مزيان. صافي شكلتها بهاد على شكل كويرات صافي، من بعد كناخذها هكذا كنطيبها بهاد الطريقه كما شفت يعني الناس كيطيبوا السفنج. كديرهم قلاه الاولى كدير فيها غير شويه ديال الزيت، كتحطوا فيها ديك السفنجه واحد شويه تجي تنفخ واحد شويه صافي، من بعد كتزولوها وتحطوها في هاد، ديرهم قلاه واحده اخرى ولا كسرونه فيها الزيت يعني غزيره باش كتطيب مزيان وكتجي من فوقها بحال السفنج اللي كيتباع في الزنقه. المهم هذه اول تجربه وصافي قبلوا على هاد النتيجه. المهم مالين الدار عجبهم بزاف السفنج ديال الدار، جا لذيذ جا بنين، مع دايره فيه شويه ديال الزرع. هو اصلا كيدار يعني غير بالفورس، ولكن انا بغيت نزيد فيه شويه ديال الزرع. سبحان الله هادشي ديال المخبوزات بصفه عامه ملي كديروا معاها الزرع كتجي لذيذه، واحد اللذه مختلفه على يعني الفورس بوحدو او لا الفينو. الزرع سبحان الله كيعطي واحد اللذه رائعه لاي حاجه هكذا عجنتوها بالزرع. اليوم انا درت غير شويه ماشي بزاف ديال الزرع، الاغلبيه يعني فيه الفورس، شفتوا النتيجه. المهم جا واحد السفنجه، جا واحد السفنجه زويونين بصراحه، مالي الدار عجبوهم.
المهم هذا هو الشكل ديال السفنجة ديالي بعد ما تحمرت على جوج وجوها. المهم كان هذا هو الشكل النهائي ديال السفنج ديالي كيفاش جا من الوسط. المهم خليتكم داك المقطع باش تسمعوا داك الصوت ديال القرمشه. جا رائع جديد هاد السفنجات هادو، ان شاء الله مره اخرى نعاودهم بيجيو ان شاء الله يجيو ناجحين اكثر من هكذا ان شاء الله. الى عاود التجربه نشاركها معكم. خلاص السفنج يعني ماشي صحي، ولكن مره كنتشهاوه. هو المهم كانت هذه هي النتيجه ديال السفنجات. جاو يا سلام، درتهم هكا قدمتهم مع شويه ديال مع واحد البريق ديال القهوه وصافي. سبحان الله، واحد عندي واحد ذكريات ديال الطفوله ديال السفنج مع القهوه هكذا بالحليب. المهم كانوا هادو هما السفنجات ديالي. المهم في هذاك هذا النهار اللي درت فيه السفنج كان يمكن نهار الجمعه في العشيه، ما شاركتش معكم الغداء ديال نهار الجمعه، ما درتش سكسو، غنديرو حتى نهار السبت. المهم في العشيه قلت ضروري ندير لهم شي حاجه هكا الكوتي، صافي وشاركت معكم هاد درت هاد السفنجات. ما كنتش يعني باغا نصور حتى بديت عجنت هادو، قلت ماشي مشكل نشارك مع الاخوات النتيجه كيف ما بغات تكون. هاد البريق ديال القهوه صافي، هادشي اللي درت صافي. من بعد ان شاء الله غادي نشارك معكم نهار السبت. درت لهم سكسو، فقت في الصباح يعني خدامه، واخا خدامه فقت في الصباح بكري. نصبت هكذا يا سكسو ديالي وفورت سكسو واحد تفويره وحده صافي، وقديتو وجدت التفويره الثانيه وخليته طفيت عليه. قلت حتى نرجع من الخدمه ونشعل عليه، وديك الساعه يفور التفويره الثانيه. هذا هو يعني الغداء ديالنا ديال نهار السبت. المهم سكسو تبارك الله كلشي كيعرف يطيبو. المهم ما شاركت معكم المراحل من الاول، هذه صافي حتى بغيت نسقي عاد شاركت معكم، رافقتو هكا بالبينه ضروري. صافي المريقه ديالو كانت جات زوينه بزاف. المهم ما كانش عندي القرعه، كان عندي الكورجيت او القرعه الخضراء، لفت بطاطا خيزو هادشي اللي درت. المهم كنا يعني تشهينا سكسو، درت معاه حتى الدنجال تشهينا، قلت ضروري خصني ندير لهم سكسو مع هذا الحمص كيجي يا سلام. المهم ما شهيتكم في هذه القصيعه غير سمحوا لي، وسمحوا لي الا شهيتكم في السفنجات. المهم غير سمحوا لي تشهات شي حاجه تسمح لي. صافي وهنا عاود جيت نشارك معكم نهار الحد، روتين ديال نهار الحد شنو وجدت فيه. هذا كان يعني الاسبوع يعني هنا صافي بدات العطله، وحنا ما سافرت حتى نهار الاربعاء. دابا نشارك معكم واحد لا فيديو قبل ما نسافر. المهم نهار الحد هادشي اللي درت لهم الغداء، كنت بغينا الحوت ولكن مشيت حتى للمارشي وما لقيتش داكشي اللي بغيت. كنت بغيت الكروفيت، داك الكروفيت شي شويه غليظ ما لقيتش، لقيت غير داك الرقيق ما عجبنيش. صافي ورجعت قلت غادي ندير واحد الطونجين ديال الكفته، واحد التكتوكه هكذايا بالفلافل خضراء وحمراء من بعد ما شويتها، وشويه د الفريت وصافي. انا خديت جوج مطيشات يعني حكيتهم وزدت عليهم داك الفلافل اللي مشويه. بالنسبه للتوابل درت غير شويه ديال الخرقوم، ماشي الخرقوم، شويه ديال هذا الكمون وشويه ديال الملحه وشي شويه ديال التحميره وصافي. وخلطت شويه ديال الزيت البلديه مع الزيت الروميه. مع الزيت البلديه فاش كنطيب بها بوحدها عندي شي شويه مره كتجي فيها واحد المروره، واحد المروره يعني في الطياب. من الاحسن قلت نخلط مع الزيت الروميه، سينو نديرو غير الزيت الروميه حتى هي راه كتجي مزيانه. حتى طيب هاد التكسوكه وزيدوا لها شي شويه د زيت البلديه. المهم هادشي اللي درت انايا. وهنا دست كنقلي الفريت، ضروري الوليدات ملي كيكونوا جالسين في الدار كيعجبهم هكذايا الفريت. هنا دست كنشحر هذه التكسوكه ديالي، شفتوا الطريقه، درت كلشي في مره واحده، مطيشه محكوكه ودرت عليها دوك الفلافل المشويه مع العطريه وزويته. وهنا جيت
نوجد هذا طويجين ديالي ديال الكفته. المهم بعدا وجدت لهم واحد العصير، هنايا خديت جوج حبات ديال الحامض نقيتهم، وعندي جوج حبات ديال البهارات مسلوقين. خديت بعدا الحامض هو الاول طحنته مع السكر، لان بنتي ما كتبغيش العصير ديال البربا. غادي ناخذها واحد كاس من داك العصير بعدا هي بوحدها تشربو، نخليه لها يعني على جنب. بعد غادي نضيف الباقي، غنضيف له البربا. هنا عندي الكفته ديال الكريج بالثوم المجمد، صافي درت لها العطريه ديالها والربيع، شويه ديال زيت الزيتون مليحه، راكو عارفين يعني التوابل العاديه. هنايا شحرت بعدا ديك المطيشه اللي حكيت، جوج مطيشات موسطين حكيتهم بالحكاكة يعني رقيقة، صافي درتهم كيتشحرو. وهنايا بعد ما شرمت هاد الكفتة ديالي غادي نشكلها. هنا رجعت للطاجين ديالي، خديت واحد البصلة كبيرة قطعتها على شكل دوائر بهاد الشكل هذا. صافي الكفتة ديالي بعد ما شكلتها غادي نحطها في الطاجين باش تطيب. صافي الكفيته ديالي هي ديك الطيب. المهم جات واحد الغديوه، يا سلام طويجين بالكفته خفه زربه ضهيه كيوجد. المهم كان هذا هو الغدا ديالنا، الطويجين ديال الكفته. وهنايا ولدي كان خرج، كان هاد النهار كان الماتش المغرب يمكن مع الكونغو، يمكن هذاك النهار لحد فاش كان الماتش. المهم كان هو مشى خرج باش يشد البلاصه في القهوه، خرج بكري. المهم حنا تغدينا وغادي نخليو له حقه. مباشره تغدينا كان قريب يبدا الماتش، هذه كانت يمكن جوج ونص وثلاثه كيبدا الماتش يمكن الا بقيت عاقله. المهم هنا تغدينا حنا بثلاثه، ولدي كان مشى للقهوه يعني غير فطر مزيان ومشى باش يشد البلاصه، راكو عارفين خصو ساعه قبل. المهم وصافي هذا هو كان غدانا. مباشره من بعد شاركت معكم لقطات من هاد الماتش. المهم الا دازت لي لا فيديو في اليوتيوب وما جانيش عليها حقوق الطبع هي هذيك، سينو راه غادي نعاود نزول هذه اللقطه هذه. المهم زولت الصوت لان درت الصوت ضروري ما غاديش غادي يجوني حقوق الطبع. المهم كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم، شاركت معكم اقوى اللحظات ديال هذا الماتش هذا اللي كان ماتش حماسي. المهم هذا الشيء اللي كاين، كنتمنى لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم وما نكونش طولت عليكم بزاف في لا فيديو. وما تنساوش كالعاده تدعموني في القناه، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.